الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين برباين تهل كان كسو قلنا المقالة برعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنتوا أي تاريخ دو تهي شنطة بيشة كوبية من هذا لابد أكون يلا بعتنك وحان شركة شرايد مقالة برعاء وقو قبطي سلام عليكم أنا ورباين تا كلاها اللي دونا حريقة يحكمك كل عي قدوميها قد شركة دا أما مقبهيها أستان كيبل حكم كي وجود بيجي شلا يدعي وحوها إن لحكومي أو لجو حكومي شنص إنه حرقة أستان ولا حيري يو إن جناح العقد أو دن لبا مليون وعشرين سومالي لانا وحي نكور قبنا إن عبد المنان يوسف محمد لحري مركي أي بشو هاي بشي تبنا هذا ده بشي تضباط يعني لهذا لابد أكون إياه لباتنك أيا لحري بشي كوبي ابتنادنا حكم كيسة صوب حي حكم كيسة أو كصوب بيجمي حل أي دتكو آد وقوم مشغولين أرمى بدنه وشرا أو دتكو مو هاي ملك لا لقوم مشغولية لجنة مشغولية ملا بدن أي حكم كيسة مو هاي كصوب بيجمي سدو دوبا أنا محاوي حكم كيسة نوسو قاري محاشن تصنع لوجو حري محي قد بدو هاين إذا ما هوام مغلة إذا مه لوجو إذا يي ما يجي با أو عدي ما الله هري مسوى وحكة له أرمى اسمع دا حبا إنه بهن وجوه الرجال وحوي عن دون إنه نفهمه وحوي حكم كان كل عايشن تصنع هي سبب تلفيش كي لوحة يرم حيتها ماها صح إن قفل إسكسو إذا يو سوفي ذي الله حكمه يدو أن دتك فافهين لقسين وأن الإسلام مركا أنا بحوها يعني عدي هذا سو هذا القادم وبحوها يسال غلا فوه مرور الكلام ما هو وح صحة وحوي وح صحة وح تهاي إن لو جادو حقيقة وح أي تهاي نكن ولا إداني إذا مهم حاس حكى النقضي محاشن تصنع له حكمي محاجة نعس جيسي ورقالها بدن كبحيي محالو حيري واجب وحي سارنت هاي عدة صوع قبطي عدة بحما حكم كصوع سارتي إن فافهين كسيسو تارت وحنو قفر لنا عدة إيديني سي عدة حكم كصوع سارتي فافهين بوحدة هرتكو وحنو قفر لنا تاسوا قضب قضب كاللباد ما ملكا مقبهيها أستان كيبل وحاي نوع حقيقيان مركي لحريي عبد المنان يوسف محمد إن لقى قبطي مرو كسو بحيي هوتيلكا ضمل المقالة برعوه رانتيس لقو قبطي أي قبطي إن من باسكولا دا ستة باسكولا دا لقو قبطي قاري لقو قفاشي أفضوب بحالكا كدعي مدو سقال مال موضة لقى مورهين سيدا ينو حقيقيين بودو سقال مال موضة سلقيا لقى رهدني بوليس كلفتي سال رهدني سينو حقيقيين وملك استمحوا هاي لقى رهدني استباها يوم يلا بطن رهدين بلا سميني سقال مال موضة كدي بحموا هاي عبد المنان لك يعني حرونتا باريس الدنبية ده إلو يغانو سيدي ده هل كان سامحوا هاي وكسو بلا ممركا لعركة عبد المنان إنتي وحرنا الآن لكينين حرونتا سيدي ده أما حرونتا باريس الدنبية ده وحن نوع حقيقيين مامولك ستان كيبل إن نمن لاه شراكو إساقا عبد المنان شراكا الله أو سيي أما إن أستان كيبل كلا له بقول كيبل لبا أو كم بدي هين الله يراه هذا سعد موسى عمر أي وجود تجان ماشي وكحدنا يا أنا هين ماشي بوليس وحكومة وحين أوصوا بندقين إنه كوبة باديو هديو بحيو سامي دن بقول كي بكنتن نصيب يدادين أنا كأرن كفرضا من هنا حرية دادنا وتسوع عشان يسا بقول كي بكنتن نصيب يدادين وكدي دي نك أوتجي يا سيدي نوح قتيان مامل كاستان كيبل وحوية سعد موسى عمر لبن نين با شراك الله
عبد المنان لما نبى شركاء الله ونكا عن شجع مجلسة ينكا الله يرادو عدنان سلطان حسن بالي هذا عدنان سلطان حسن لما ذا نبى شركاء لكن نكا لو تجي ينكا لو تجي أو جو تجي وقبيتا وسجالك معلومات كحدنا كب حسن قعنت بوليسكا قل كم ذول لو جو تجي نكا لو تجي وسعد موسى نكا مجلسة على سعد موسى عمر محو صابن دقي وحصابن دقي بقول كي بكونتن بقول كي بكونتن السي أمن نسي أن كفر ضامنه ودي دي عبد من نبليري أرن كاس وحو واحد جدب إن ضد عن أود دولة ديد هيسن أو أن حل هين إن أي قف محبوسة أو حتى حبس كسان لجراني كوي هاي إنت قول مدو وتجان بس كولا دنا لغو قبطه markii la qabanayay in ganacsigiisa ilaa 400 si waa baad arrigaas wuxuu baahan yahay baaritaan la furo oo la xaqiijiyo sidee wax u dhaceen abdi manan diid booliskii la keen eedeyme la soo qor xukunkii aad maqleysayna ku dhac iyada xukunkana faafayn laga siin maamulka astaan kaybal waxay qabaan oo ay aaminsan yihiin إن عبد المنان يا أستان كيبل لقوق هذا الدجال دقالة لهم جري أستان كيبل هم جري لهم جري عدي هم جري سي أو عدة هم جري سي واقع صابن دقيه يو عد كذا بين كرتابة تتقرصون أو ده الدبدي سابشرة إلا هم جري نكاس أن دجان كان سومال لنا ولا جنع صدقة أي يمي هل كان يمي حقنا أقول هاي نو يماضو أو كجن عصدو سبب تو عدد بدن أو هرس ومال لنا وحوي دول كه سومال دو يشوفان حرب بين جن عصي بودي ويهين جنبي ما هاي إن محو هاي فلك نوع عصا لولا يماضو جنبي ما ينو كت هاي دمانت إن ينو كام مصنو مركا وحوي عبد المنان سيدا يشجع يان ما ملك أستان كيبل ودم على دم عسيني هاي مقبهيهن شقيي محو هاي شعبية ضيا شيء اتيا ضيا شيء ee talaabsaday in la hungureeyo waxay ahayd hadii ay doonayaan inay muxuu ahaayeen ganacsigaas oo kale furaan inay furtaankaas oo kale oo suuqa tartanka soo galaan telefishinada badan baa jira telefishinada badan ee jira dee may hungureen astaan waxna kama dayin laakiin cidda ka dayday iyo awoodda ay muxuu ahaayeen waa adeegsatay waxa weeye fayl ay tahay in la furo sidaa awgeed waxaan ku baaqaynaa kiiska abdi manan in dib loo eego waxaan ku baaqaynaa in muxuu ahaayay daah furnaan laga dhigo shafaafiya aan ku baaqaynaa in maxkamaddu kala saarto ama faahfaahin ka bixiso xukunka ku dhacay siduu ugu dhacay shan sano aan ku xukunay oo yacni telefishanka aan ka xayirnay dee wax la aqbali kara maaha haddii aanu faahfaahin aynu helaa duduub wax lama jiro qodob keebaad ku xukuntay maxaa cadayn u haysaan arrimahaas oo dhan waa waxay tahay in muxuu ahaay lala wadaago yacni muxuu ahaay ummadda lala wadaago waxaanan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan somalilan arrinkaas yacni falkaa loo geystay ninkaas ee gunnimada ah ee loogu tagay qol guri madow ee la yidhi muxuu ahaay 400 inay diidaan baan ugu baaqayaa waa muujiyaan inay ka xun yihiin runtii aamusku waa raalli ahaansho yaan la baqin dadku way baqayaan xarig bay ka baqayaan dowlad bay ka baqayaan maya in la baqo maaha in la baqo maaha haddii aan baqo adiguna aad baqdid waxa weeye way ku dhiiranayaan cidda dadka bajisa inay muxuu ahaayay isay doonan yeelaan sidoo kale waxaan ugu baaqayaa warbaahinta oo aad maanta ila joogtaan kuwii buro arrinkaa waxa weeye waa inaad idinku laftiinu dareenkiina muujisaan maaha keliya inaad aniga iga duubtaan oo aanu keligu anigu cabdimaalik inaan hadlo warbaahintan waxaan ugu baaqayaa inaad dareenkiina muujisaan oo aad xaq raadisaan waxa weeye berri ka maalin aday kugu imanaysaa intaasaan muxuu ahaay kusoo gabagabaynayaa wixii su-aalana waxa weeye waa idifrayn